حياكم الله إنما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. انخفضت قيمة الدينار أمام الدولار الأمريكي في أسواق بغداد وفي أربيل، ومع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية سجل الدولار 1459 دينارا، فيما سجلت أسعار الخميس الماضي 1457 دينارا لكل دولار. وفي محل الصرف ببغداد بلغ سعر بيع الدولار الواحد 1470 دينارا، بينما بلغ سعر الشراء 1450 دينارا لكل دولار. وفي أربيل سجل الدولار في محل الصرف 1458 للبيع و 1445 للشراء. كشف باحثون اقتصاديون عن تراجع قيمة الاحتياطات الأجنبية للبنك المركزي العراقي الإجمالية بنسبة 2.4%، وأكد الخبراء أن الاحتياطات الرسمية للبنك المركزي العراقي تراجعت في الشهر الخامس من السنة الحالية مقارنة بنهاية 2023 بنسبة 2.4%، لتنخفض قيمة الاحتياطات الرسمية من 147 تريليون دينار في 2023 لتصل إلى 143 تريليون في نهاية الشهر الخامس من السنة الحالية. سجل خام البصرة خسائر خلال الأسبوع الماضي بعد قرار أوبك بلس بتمديد خفض الإنتاج، مع تسجيل النفط العالمي خسائر أسبوعية للمرة الثالثة على التوالي. وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة لها على ارتفاع بلغ دولاراً وسبعة سنتات ليصل إلى 77 دولاراً وثمانية وثمانين سنتاً، وسجل خسائر أسبوعية بلغت دولارين وأربعة وثمانين سنتاً. وأغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة لها على ارتفاع بلغ دولاراً وسبعة سنتات ليصل إلى 80 دولاراً وثلاثة وثمانين سنتاً، وسجل أيضاً خسائر أسبوعية بلغت دولارين وأربعة وثمانين سنتاً. يذكر أن أسعار النفط تراجعت لتسجل ثالث خسارة أسبوعية على التوالي. أظهر قرار رئاسي نشرته الجريدة الرسمية التركية اليوم أن تركيا قررت فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 40% على واردات السيارات من الصين، وتم تحديد الحد الأدنى للرسوم الإضافية عند 7000 دولار لكل مركبة، ويصل القرار اعتبارا من 7 تموز المقبل. ووفقا للقرار فإن الحد الأدنى للرسوم الجمركية يطبق حتى إذا جاءت الرسوم التي تبلغ 40% من سعر السيارة المستوردة أقل من 7000 دولار. أشارت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو ارتفاعا جديدا بأسعار الغذاء العالمية خلال أيار الماضي للشهر الثالث على التوالي. يأتي ذلك بعد أن فاق ارتفاع أسعار الحبوب ومنتجات الألبان انخفاض أسعار السكر والزيوت النباتية عالمياً بحسب وكالة رويترز. وذكرت المنظمة أن مؤشرها للأسعار الذي يرصد التغييرات في أسعار السلع الغذائية الأساسية الأكثر تداولاً عالمياً سجل في المتوسط أكثر من 120 نقطة في أيار الماضية. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.